عسلامة نفسه كل مرحبا بكم في قناة يوتيوب انبوكسنج تين. كالعادة معكم ياسين يونلوز. بالنسبة اليوم مش نحكي على تليفون عمل ضجة كبيرة في الإعلام، عمل ضجة كبيرة كيف في السوشيال ميديا على خاطر هواوي قامت بتقديم الهواتف هذه البرشة مشاهير توانسة، وهما تبركل عليهم عملوا الواجب وضرحوا التليفون على خاطر ما عندهم حتى أدنى فكرة على التكنولوجيا اللي موجودة في التليفون بصفة عامة. ظهري عرفتوني على شنو مش نحكي، واللي هو الهواوي بي 30 لايت. دوكي تحب تعرف الرأي المشاهير التوانسة في التليفون هذا، ما تنساش تعمل سبسكرايب خاطر نعمل فيديو سبيسيال ليهم هما كهو. دونك اعمل سبسكرايب وتابعونا على فيسبوك وانستغرام باش ترى جديد كامل. اما تو باش نعملوا الكويك انبوكسينغ للهواوي بي 30 لايت. دونك نحلو الباكي مع بعضنا. الفيرسيون اللي عندنا هي 128 ستوكاج افيك 4 جيجا رام، والكولور هو البلو. دونك بالطبيعة باش نلقاو التليفون، نرجعو من بعد نلقاو الصندوق صغير اللي فيه الكوك وهي البوشيت بلاستيك وبعض الكتيبات كالعادة والترومبون تحط بيها لي دوزيام تاعك، وبيان سور الكابل يو اس بي سي. الحمد لله حطوا كابل يو اس بي سي ماهوش كيما النوفا 3 اي ميكرو يو اس بي. هوني نلقاو يو اس بي سي ونلقاو زادا فاست شارجينغ 18 وات، وبيان سور ليكوتور. كنا تعديو للتليفون، نحيو البلاستيك هذا مع بعضنا. دونك كيما نراو التليفون في الكولور البلو ياسر على المحليه، ياسر مزيان، فيه ديغراداسيون تاع كولور اكستراوردينير. بصراحه التليفون هذا كوتي ديزاين الحق تيوم الصحه هواوي، تحس راهو التليفون هذا صرفوا عليه. كيما نراو الكورفيت اللي من الخلف والديزاين من الكلاس والكونتور من الالومنيوم، كيف نلقاو لومبلاسمون تاع لومبرانت بلاصتها مزيانه، التريبل كاميرا، نلقاو اليو اس بي سي، الهيدفون جاك، سبيكر موجود، تحط لي دو سي ام تاعك والكات ميموار زاد اون ميم طون، ونلقاو من جنب هذه قرص الفوليوم وقرص الباور. مي حبيت يكون فما انديكاتور للقرص الباور كيما الهواوي بي 30 برو، على خاطر لازمك تستانس بيه بصراحه. ساعات كي تحب تنقص الفوليوم تلقى روحك نزلت على قرص الباور وسكرت التليفون. وبالديزاين المزيان نتاع الاكران واللي هو بريسك من قدام كله اكران، نلقاو سبيكر نتاع المكالمات والكاميرا جوست الفوق في شكل ديو دروب، واستغلال كبير للمساحه نتاع الاكران من الامام. جوست باش ننصحكم نصيحه، تحطوا ديريكت الكوفر على خاطر كي مش تستعملوا التليفون هذا من غير كوفر راهو ديريكت تحطوا فوق الطاوله ديريكت باش تخبش الكاميرا، على خاطر الكاميرا بارزه على الكلاس التيليني نتاع التليفون. دونك ماذا بيك تحط الكوفر نتاعك باش تستحفظ على البلاره نتاع الكاميرا. ابارسا حق هواوي يعطيها الصحه في لي كولور، ديما هواوي التليفونات نتاعها في لي كولور نتاعهم ياسر مزيانين كيما نلاحظوا. نكملوا نحكيوا على ليكرون تاع التليفون واللي هو اي بي اس ال سي دي 6.15 بوص افيك اون ريزولوسيون 1080x2312 بيكسل بكثافه 415 بي بي اي بار بوص، واللي هي حاجة هيلة على الاخر. الوان مزيانة وواضحة وكونتراست عالي شوية، مي ماهوش خير من الكرون تاع سامسونج جالاكسي A30 وسامسونج جالاكسي A50، على خاطر سامسونج جالاكسي A30 وسامسونج جالاكسي A50 عندهم الكرون سوبر اموليد، دونك تحس انه الكرون فيف اكثر وحي اكثر وازين اكثر من الكرون ال سي دي تاع الهواوي بي 30 لايت. نتعدى تو للبرفورمانس، التليفون هذا ما يفرقش برشا على الهواوي نوفا 3 اي والجريج 9 2019، نفس البرفورمانس ونفس ستوكاج ونفس الرام. بروسيسور هو الكيرين 710 اللي موجود في النوفا 3 اي وموجود في الهواوي ايغريك 9 2019، والرام 4 جيجا رام، وكيف الستوكاج 128 مع جي بي يو مايلي جي 51 ام بي 4. تنجم كيف تحط كارت ميموار توصل حتى 512 جيجا. وما ننساوش التليفون هذا يجي مع واجهه الاي مي واي 9.0 مع الاندرويد 9. من الاخر التليفون هذا سريع على الاخر، يحلك فيسبوك انستغرام ميسنجر، يجاوب لك على جميع المتطلبات نتاعك، مي ماهوش سموث. اش معناتها ماهوش سموث؟ معناتها ساعات يصير فما لاج صغير من التنقل بين تطبيق لتطبيق، مش كيما الواجهه الجديده نتاع سامسونج اللي هو الوان يو اي اللي صلحت برشا. بصراحه هواوي لازمها تصلح الواجهه نتاعها وتحسنها وتخليها سموث. وبالنسبة للبابجي، البابجي تنجم تلعبها هاش دي في الميديوم، وساعات هكا فما دي فريم يطيحوا. السامسونج جالاكسي A50 أحسن شوية من الهواوي بي 30 لايت. بالنسبة للبرفورمانس هذه والقوة هذه لازم باتري تكون محترمة، هذاك علاش هواوي حطت فيه باتري 3340 ملي أمبيغور كيما النوفا 3 اي. التليفون يشدك
موش وحش في الشارج، من التليفون يشدك نهار كامل بالمرتاح ويجي يدخل معك للنهار الثاني اذا كامل تستعملش التليفون بالباهي. بالنسبه للكوتي الشارج اما خير سامسونج جالكسي اس 50 ولا الهواوي بي 30؟ حاب نقول لكم لو سامسونج جالكسي اس 50 البروسيسور نتاعو يخدم ب 10 نانومتر دونك يستهلك اقل طاقه والبطاريه نتاعو 4000 ملي امبير. وبالنسبه للهواوي بي 30 المعماريه نتاع البروسيسور نتاعو 12 نانومتر والبطاريه 3340 ملي امبير. دونك كي نراو راو السامسونج جالكسي اس 50 نورمالمون يشد شارج اكثر من الهواوي بي 30 لايت، مي ما ننساوش انه ليكرون نتاع السوبر اموليد ياكل شارج اكثر من ليكرون ال سي دي. دونك نتعديو للكاميرا، واليوم اهم حاجه في سلسله البي ديما هواوي تحكي على قوه الكاميرا نتاعها خاصه في اللو لايت. في الهواوي بي 30 لايت نفس الشيء، كاميرا يوتوني تسمى حاجه سمحه برشا وهيله برشا في اللو لايت بارابور لي كونكورون في نفس السوم. دونك بالنسبه للكاميرا مين كاميرا واللي هي الكاميرا برينسيبال واللي هما 24 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f1.8 و 8 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.2 الترا وايد كاميرا. الكاميرا الثانيه هي تصور الترا وايد معناتها تصور كيما تصوير الجو برو. والكاميرا الثالثه هي 2 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.2 جوست باش تعطيك لي فيل دو فلو. والشيء هذا يجم تستغنى عليه وتجم تعمله بسوفتوير من غير كاميرا ثالثه. دونك كاميرا ثالثه نجم نقولوا نجمو نستغنيو عليها. دونك نحكيو اكثر على الكاميرا. التليفون هذا بطبيعه فيه الانتيليجنس ارتيفيسيال، يجم يتعرف على انت فاش قاعد تصور. دونك يحاول يعطي لي كولور، مثلا انت باغ اكزومبل تحب تصور ورده دونك يحط لي كولور نتاع الورده فيف ويحطها الكولور احسن. انت مثلا تحب تصور السماء دونك يحسن في لي كولور نتاع السماء اكسيتيرا. دونك التليفون وحده يعرف انت فيش قاعد تصور، حاول حسن التصويره اللي انت صورتها. ان جينيرال التصويره في الهواوي بي 30 لايت مزيانه، فما ديتاي والالوان كيف كيف معقوله، توزيع الالوان في الكاميرا كيف كيف هايله. بارابور سومو تليفون مراضي عليه كوتي الكاميرا البرينسيبال واللي هي 24 ميجا بكسل. اهم حاجه التليفون هذا موجود فيه مود نوي واللي هو يخليك تاخذ صور ميزانين برشا في الليل من غير فلاش. في المود نوي جوست تاخذ تصويره تستنى 5 سكوند انه يحاول يحسن التصويره ويحاول يخلق الضوء باش يخرج لك تصويره مزيانه في الليل من غير فلاش. برشا دي مود اخرين كيما المود سلو موشن، مود برو، مود لايت بانتينغ، مود تايم لابس اكسيتيرا. وبالنسبه للكاميرا الثانيه وهي الترا وايد كاميرا كيما حكينا 8 ميجا بكسل، دونك ماذا بيك ما تستعملها كان في الاماكن المفتوحه يبدا الضوء موجود بالباهي، على خاطر كي مش تصور في الظلام ولا في اللو لايت سيتويشن راك مش تخرج تصويره ماكش باش تستعملها. تصور في اللو لايت ماهمش مزيانين بالكاميرا الثانيه واللي هي 8 ميجا بكسل الترا وايد. دونك كيما قلت لك الكاميرا الثالثه جوست للبورتري، تحب تعمل تصوير بورتري يعمل لك ليفي دو فلو في الارير بلون تاعك. نتعديو الكاميرا سيلفي واللي هي 32 ميجا بكسل افيك اون اوفرتور f2.0. من غير ما نقعدوا نكتبوا برشا على بعضنا، مش معناتها 32 ميجا بكسل معناتها راهو سيلفي سوبر ستار، لا. باغ اكزومبل تو نوريكم كان تحبوا نفس التصويره خذيتها بالهواوي بي 30 برو، حتى هو الهواوي بي 30 برو الكاميرا بتاعه 32 ميجا بكسل. تلاحظوا الفرق انه الهواوي بي 30 برو رغم هو نفس النومبر دو بكسل ماهمش كيف كيف في الكاميرات سيلفي بالكل. مثلا الايفون اكس ولا الايفون اكس اس كاميرات سيلفي نتاعو هي جوست 6 ميجا بكسل وخير برشا، خير حتى من الهواوي بي 30 برو في الكاميرات سيلفي. الحكايه الكل راهو في السوفت وير، الحكايه الكل في الكريتين تاع السنسور نتاع كاميرا سيلفي. دونك مش معناتها خايبه، صحيح كاميرا سيلفي ياسر مزيانه نتاعو بالحق تفتق الكاميرا سيلفي بارابور السوم نتاعو. نجم نقول راهو التليفون هذا عنده افضل كاميرا سيلفي في الزون دو بخي نتاعو، مي ماهيش كاميرا سيلفي نتاع 32 ميجا بكسل جوست للتوضيح هكا. وبالطبيعه التليفون هذا فيه لومبخان ديجيتال كالعاده كيما عودنا هواوي، لومبخان ديجيتال نتاعها ديما سريعه على الاخر. كيف كيف موجود الفيس اي دي واللي هو يستعمل الكاميرا القداميه باش يحل وجهك كيف كيف سريع، مي موش سيكوريزي كيما التليفونات الاخرى اللي تعتمد كاميرا سيلفي في حل التليفون. جوست حبيت نقول لكم راهو البلوتوث 5 موش موجود في الهواوي بي 30 لايت، هو البلوتوث 4.2 موش كيما الاس 50 فيه البلوتوث 5 واللي هو يخليك كونيكتي دو زاباري بلوتوث ان ميم طون. التليفون نشريوه ولا ما نشريوهش؟ التليفون اسكو مزيان ويستحق 1099 دينار والا لا؟ ريزومي التليفون بالنسبه للكرون تاعو مزيان ومحترم وطاير وتلعب به الالعاب اللي تحبها، مش هاي هاي مي فري فاير تنجم تلعبها هاي، ببجي في الميديوم،
فورتنايت بيع ما يخدمهاش. بيلد كواليتي نتاع التليفون ياسر مزيانه، الكاميرا سيلفي كواليتي نتاعها باهيه، الكاميرا ويت برينسيبال كيف كيف باهيه، اليو اس بي سي موجود، الهيدفون جاك موجود، الفاست شارجينغ كيف كيف موجود باهي. اوكي الحاجات كلها باهيه وتخليني نشري التليفون هذا، مي ما ننساوش فما كونكورونس كبيره للتليفون هذا واللي هي سامسونج جالاكسي A50 اللي فيه البلوتوث 5، اللي فيه لامبرانت في وسط الاكران، اللي فيه اكران احلى من هواوي بي 30 لايت، واللي فيه باتري كيف كيف اكبر من الهواوي بي 30 لايت. وبالنسبه للسوم ظهر لي A50 تولا تنجم تاخذه بنفس السوم نتاع الهواوي بي 30 لايت. بالنسبه لي انا نفضل سامسونج جالاكسي A50. هو صحيح الهواوي بي 30 لايت بيلد كواليتي خير من سامسونج جالاكسي A50 بيان سور، خاطر سامسونج جالاكسي A50 مصنوع من البلاستيك وهذا مصنوع من الالومنيوم والبلاط، دونك حاجه اخرى. مي بالطبيعه زوج مش تركب لهم كاش، دونك في الاخر ماكش باش تحس الفرق بيناتهم. باش تختار A50 على خاطر الاكران ازين وعلى خاطر السوفتوير وان يو اي تاع سامسونج اللي هو سموث اكثر، وعلى خاطر البيرفورمانس خير شويه من الهواوي بي 30 لايت. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتابعونا على فيسبوك وانستغرام كان تحبوا نعملوا فيديو كومباريزون ما بين الهواوي بي 30 لايت ولا سامسونج جالاكسي A50. كيف كيف كي تحبوا نعملوا كومباريزون ما بين الهواوي بي 30 لايت والهواوي نوفا 3 اي. وكان عندكم حاجات اخرى تحبوا نعملوها ما تنساوش تحطوا كومنتير شنو تحبوا نعملوا نيكست فيديو. ابيانتو. We'll be right back.